في اليوم العالمي للمرأة ثم قصة لموهبة ليبية في مدينة غدامس خولة أبو بكر فرج، مصممة فن المكياج السينمائي الذي أصبحت شغوفة بمعرفة عالمه وتفاصيله لتثبت نفسها مستقبلا في الأعمال الفنية. طبعا موهبتي للمكياج السينمائي تعلمت عن طريق اليوتيوب، ساعدوني مجموعة فنانين نطور من نفسي وكي عن طريق متابعة صفحاتهم على التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنتني فترة قصيرة اني نعرف خبايا وخدع هذا الفن، وصراحة نطمع ان نشارك في برامج ومسلسلات درامية ان شاء الله. المصممة الليبية الشابة أوضحت في حديثها لـ 218 بعض الخدع التصويرية التي تقنع المشاهدة وكيفية العمل عليها، دون أن تغفل عن مطالبتها كل من له علاقة بعالم المكياج والفنانين والمخرجين بمد يد العون لها لتحقق حلمها. المكياج السينمائي طبعا هو فن من الفنون اللي من خلاله تقدر أنك تصنع مواد صناعية زي اللي عندي توا، سواء عن طريق دم صناعي أو ألوان صناعية وألوان زيتية، ومرات نستخدم في الوكس وفرش طبعا، تقدر من خلالها أنك أنت تجسد شخصية أو تصنعها عن طريق مثلا جروح، حروق، كدمات إلى ذلك، اللي تساعد في الدراما ومسرحيات درامية، تخلي يعني المشاهد يعيش الشخصية ويعيش الكاركتير. قدرتها على العطاء والتميز بموهبتها التي لا تحظى باهتمام كبير في ليبيا فتح أمام المصممة خولة أبو بكر فرج بابا جديدا لشغفها الكبير بعالم المكياج السينمائي الذي ستكون يوما ما في ليبيا إحدى أبرز مصمميه الأكثر خبرة.